ومعنا عبر الهاتف المساعد لشؤون البنين في جمعية مكنون الشيخ إبراهيم ابن عبد الله العيد، بارك الله فيه. حياكم الله يا شيخ إبراهيم. أهلا وسهلا، حياكم الله. بارك الله فيك. بداية نرحب بكم بعد انطلاقة حلقات تحفيظ القرآن الكريم للعام 1440 للهجرة، لنسمع منكم ومن سعادتكم المبشرات عن الحلقات وجديدها في هذا العام. حدثنا عن سير العملية التعليمية بالجمعية في القرآن الكريم ومتابعة الحلقات، تفضل يا شيخ. شكر الله لكم، بارك الله فيكم. وفيك بارك الله. هذا برنامج مميز، نسأل الله عز وجل ينفع بكم أجل أعمالنا وأعمالكم خاصة وجهه الكريم. آمين وإياكم إن شاء الله. طبعا الدراسة في حلقات تبدأ مع بداية انطلاق العام الدراسي للطلاب بشكل عام على مستوى المملكة. الحمد لله انطلقت الحلقات مع بداية هذا العام الدراسي، ولله الحمد إقبال، يعني كما أحدنا أبنائنا الطلاب في حرصهم وحبهم لهذه الحلقات ومتابعتهم واشتراكهم، وجدنا ولله الحمد إقبال جيد ومتميز. وسارت العملية كما تسير كل عام، يعني ولله الحمد على بركة الله. تميز هذا العام الحقيقة في يعني بعض الميزات التي سنذكرها لله عز وجل، من أهمها انطلاق برنامج جديد، وما ودي أحرق عليكم إذا كان في محاور يعني ستذكرونها في هذا اللقاء. نعم نعم، جهود عظيمة في تطوير عملية التعليم ما شاء الله والمتابعة الإلكترونية، وهذا يسهل على الطالب والمعلم وولي الأمر متابعة حفظ الطالب. وبالنسبة لمن يريد أجر تعليم القرآن الكريم ويساهم معكم في هذا الخير، فهل هذا ممكن؟ كيف التواصل؟ يعني أنا اللي أكد عليه في هذه المداخلة القصيرة، وأنا ما أريد أقطع الإخوة المستمعين عن متابعة الحقيقة القرآن الكريم وكلام الله عز وجل. كله خير إن شاء الله، هذا أيضا في نفع عظيم. لكن اللي أحب أن أبشر الأخوة جميعا والمشاهدين أن الجمعية ولله الحمد خطت خطوة هذا العام في إطلاق برنامج جديد سميناه مكنون التعليمي. هذا برنامج يخدم الطالب ويخدم المعلم ويخدم الحلقة ويخدم ولي أمر الطالب، وهو الجديد في هذا البرنامج، حيث أن ولي أمر الطالب يمكن أن يتابع ابنه عن طريق رابط معين، كم حفظ اليوم، ما هو تقديره هذا اليوم، الحضور هل حضر أو ما لم يحضر، قد يكون الوالد مسافر مثلا أو في مكان بعيد، وغيرها من الأمور التي يعني يمكن الأب ولي أمر الطالب أن يتابع ابنه في الحلقة. فهذا جديد هذه الحلقات. جميل. هذا المكنون التعليمي حبيت أعطيكم نبذة عنه قصيرة. نعم نعم. هو نظام لإدارة حلقات الحلقات القرآنية والمدارس أيضا النسائية، نظام إلكتروني يكفينا من العمل بالعمل الورقي. يعني إذا كان هذا البرنامج موجود فلا ورقة في الحلقة ولا في المدرسة. جيد جيد. أي نعم. طيب شيخنا تفضل تفضل. يعني ميزاته أن الحقيقة درسناه دراسة جيدة من 7 أو 8 أنظمة قديمة، استخرجنا هذا النظام بفريق، كان هذا الفريق جزاهم الله خير قام بدراسة أفضل الأنظمة الموجودة في السوق، وقاموا بتحليل قوة نقاط القوة ونقاط الضعف في هذه الأنظمة، ثم استخرجوا لنا هذا البرنامج المبارك بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم وفي جهودكم. شيخنا، من يرغب في التبرع أو المزيد من المعلومات حول وقف القرآن في مكة المكرمة، إن شاء الله يكون التواصل عبر الرقم الذي يظهر أمامكم على الشاشة بإذن الله تعالى. ولكم جزيل الشكر شيخنا على المداخلة الطيبة. الله يبارك فيك يا شيخ إبراهيم. شاكر لكم حقيقة حرصكم ومتابعكم، وهذه البرامج الحقيقة يعني برامج النفع المتعدي الكبير اللي تخرج في هذا الإعلام، لا شك أنها ولله الحمد استفاد منها حتى بعد انتهاء الحلقة، يعني تكون مسجلة في مثلا على اليوتيوب أو على غيره من البرامج. طبعا بالتأكيد يعني إن شاء الله. أحث إخواني والحقيقة الإعلاميين وأنتم منهم على المزيد من هذه البرامج، وأنها ولله الحمد نفعها عظيم ومتعدي. جزاكم الله خير يا شيخنا على هذه المدخلة الطيبة، وإن شاء الله تعالى نفع الله بكم وفي جهدكم وكتب أجركم.